شكرا جزيلا لكم وشكرا للاستاذ حيدر والاستاذ علي، حقيقه لقاء مهم كان اليوم، كان التنسيق مسبق بيننا وبين الاخوان في المفوضيه حول تحديث هويه الناخب واستلامها، وحقيقه هذا الموضوع مهم جدا. كان موجه كتاب ان شاء الله راح نعمل بهذا الكتاب، ويعني مخاطبه الدوائر الموجوده من هنا ايضا، يعني نوصل الاخوان الموجودين في دوائر المحافظه بالاخوان المدراء حقيقه بالذات، هم يعني يعاز الى موظفيهم بضروره التحديث بطاقه الناخب. هذه هي حقيقه يعني حصة المحافظة يجب أن تأخذ بالكامل. المشاركة بالانتخابات هي مهمة جدا، الحقوق لم تأتي وأنت لم تذهب إلى الانتخابات، من حقك أن تحاسب وتعاتب الناخب في حالة انتخابه، ومن ثم أنت لم تذهب إلى الانتخابات فلا توجد لك حقوق. سنعمل مع الأخوان في المفوضية، ستكون لقاءات إن شاء الله تشمل الأخوان المسؤولين الإعلام في الدوائر الأمنية ومجلس القضاء والوقف السني، من أجل حقيقة المضي بهذا الموضوع. لدينا وقت متسع إن شاء الله، سوف نعمل مع الأخوان من أجل حقيقة يعني تحديث أكبر عدد من المواطنين وهوياتهم أو هوية الناخب.